بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. بدينا نوريك معجزاتنا الآيات العجيبة اللي عندنا. ليه؟ عشان لما نوريك العجائب دي لما نأمرك بحاجة تفهم اللي أمرك بدي رب ومش هيغشك وحينصرك وحيأيدك بآيات. اوعى تخاف، اوعى تنهز، اوعى هتروح لفرعون. ما هو معده اللي روحه لفرعون، فرعون اللي عمل ألوهية وعمل ولا يهمك. لنريك من آياتنا الكبرى. وبعدين قال له بقى هذه الشحنة اللي أنا عملتها لك، اذهب بالشحنة دي لمين؟ لفرعون. مش معنى يروح لفرعون الأول ما يروح لقومه الأول؟ أم قال لك لا، فرعون ده أصله عمل عملية ادعاء الألوهية، يبقى المسألة في القمة بقى، وواخد بني إسرائيل مستعبدهم. يبقى الأول نشوف نصف الموقف مع مين؟ مع فرعون. طيب العملية اللي عملها له ربنا دي، العملية دي هتنعمل كم مرة؟ حتة الحية وحتة العصا هتنعمل 3 مرات. المرة الأولى مرة الدربة والتدريب والرياضة أمام الله، علشان لما يجي يزاولها أمام فرعون يبقى مش متهيب، ما يقولش أنا خايف لا ترميها تطلع عصايا ما تطلعش حية، يقول له لا اعملها قدام تجربة قدامها. يبقى دي اسمه إيه؟ الدربة والرياضة على العملية، عشان لما يباشرها هناك يبقى يدخل عليها بإيه؟ قلبه جامد. ومرة يروح لفرعون بينه وبينه ويقول له على الحكاية دي، ومرة ثانية لما جمع السحرة. يبقى كل مرة تعالج بأسلوب ولا لا؟ واحد يقول لك ده تكررت كم مرة، يقول له يا شيخ مش مرة، ده مرة أمام الله تدريبا، ومرة أمام فرعون ترويعا، ومرة بين السحرة تجميعا. مسألة عمية، كل حاجة لها دور. نعم. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. العلة في الذهاب والبدء إنه طغى، والطغيان هو مجاوزة الحد. مجاوزة الحد، ومعنى مجاوزة الحد أن تأخذ ما ليس لك وتبالغ في الأخذ ما ليس في أخذ ما ليس لك. يا ليك أنت بتأخذ مثلا من الغير، من المساوي لك، أنت بتأخذ من ربنا، يبقى دي طغيان شديد ولا لا؟ بل اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ إنه طغى. فرعون ساعة ما سمع قصة فرعون ابتدى يتذكر قصته في مصر،
قصته في مصر لما وكز الرجل فقتلوا قعدوا يقولوا الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، وخرج هارب فخرج منها خائفا ايه يترقب ورع على وادي وادي ايه ده. وذكر الحكايه بتاع ان فرعون هو اللي مربيه وهيروح للمربيه ازاي، وبعدين يقعد يتكلم وياه، وبعدين ياخدوا طاره منهم ولا يعملوا مساله كببت على مين. طب واذا كان ده ادعى الالوهيه انا هيبقى موقفاني فيه وياه ايه ازاي؟ اه مساله العبء بقى ايه بقى تقيل عليها. قال ربي اوامرك نفذه، بس بقى المساله عايزه ايه؟ عايزه حاجات كتيره قوي يا رب. رب اشرح لي صدري للعمليه ما تخلينيش اقابلها بانقباض. ليه؟ قال لك لان عملت العمليه ودخلت عليها بانقباض تاخذ ثلاثه ارباع قوتك، ولما تدخلها بغير انقباض تبقى كل قوتك فيه. إذن الإنسان بيعين على بيعين الأحداث على نفسه بإنه يعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ ينقبض صدره من أي حاجة. يقول له لا، ده المسألة المهمة الصعبة عايزة شرح صدر زائد، مش عايزة تضيع شوية شرح الصدر اللي عندك. تبدأ المسألة تبقى دوز أكتر، يبقى لازم تواجهها بإيه؟ تواجهها بانشراح أكبر يناسب المجهود. قال له يا رب اشرح لي صدري. يبقى معنى ذلك أن صدره انقبض من المهمة مع فرعون علشان الأسباب اللي قلناها. اشرح لي صدري. طب وحيشرح لك صدرك، يمكن يشرح لك صدرك وتلاقي لذة شديد. قال له يسر لي أمر وياه. يبقى شرح الصدر أمر من جهة الفاعل، وتيسير الأمر أمر من جهة القابل. خليه ما يضغش علي، وأنا هتكلم وهدخل في 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 تبليغ رسالة. وما دام هدخل في تبليغ رسالة عايز منطق، وأنا منطقي فيه شوية كده. كان سيدنا موسى فيه رتة أو حبسة في لسانه، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا الحسين في لسانه رتة، يعني حبسة كده شوية ما يجي يتكلم ما يجي. أم النبي يشوفه كده يضحك يقول ورثها عن عمه موسى. ورثها عن عمه موسى. يبقى قال له ايه بقى؟ اشرح صدري للمهمة ويسر لي امري عشان تطلع كده سهالة حاجة ايه لطيفة، وعلشان اعرف اتكلم بقى احلل عقدة من لساني. الله، تعبير دقيق. ما قال له يقول ما قالش احلل عقدة لساني وننفض، قال له بس ولو حتة منه كده عقدة من اللسان بس علشان يعني ما ابقاش على طول كده. الله ليه؟ قال لك لأنه خاف أن يقول كذا حتى لا يكون متمردا على قدر الله في أن يجعل لسانه معقول. ما فيش تمرد، مش تمرد ولا حاجة، بس يعني حتة صغيرة كده. وبرضه خلي قدرك ماشي، بس الطف في القدر عشان من المهمة، واحلل عقدة من إيه؟ من لساني عشان يفقهه قولي. وبعدين بقوا كم طلب دلوقتي؟ اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. الله، دي ادتنا كمان أدب عالي. ربنا مختارك للرسالة، تقوم تحصر تاني واحد تاني وياك. قال لك لأنه اختار الرسالة مش عشان يفرح ويطغى بها ويفخر، ده اختار الرسالة لمهمة. يبقى لما يطلب من يعينه على المهمة يبقى فخور بالرسالة، يبقى هو عايز يؤدي الرسالة على أكمل وجه. والحتة اللي فيها نقص شوية عنده عايز يكملها بمين؟ من أخوه. بيدي نموذج من البشر إن أنت في كلفت بأمر وبعدين لقيتك أنت ناقص في حاجة شوية، لا لا وبعض، فعليك في أن تستعين بغيرك، تقول للي ولاك حتى إذا كنت تجيب فلان ده ويبقى الوكيل وياي تبقى. يبقى ده معناه يدل على أنك مخلص للمهمة، مش أنت اللي عايز يبقى قايم بس. لا، قال له ابعت لي خلي وزير معايا اخي هارون، وعجب العله هو افصح مني لسانا عشان يقدر ايه يتكلم. هو بس افصح لسان ده كان في حاجات الاشياء اللي موسى بيعتبرها في نفسه نقص وهي كمال فيه بده يكملها في اخوه. اخوه افصح منه كويس، وبرضه قالوا انه كان هارون يمتاز عن موسى في حاجات. أولا
ان موسى كانت فيه حده. حده يعني ايه؟ يغضب بسرعه. سيدنا هارون كان فيه لين وحل بقى الفصاح عشان تجبر عقدة اللسان، وعايز يجبر حاجة تانية الشدة بتاعته يبقى معاها ايه. ولذلك مش معاوية قال للي مش عارف ايه اجعلني انا للين واجعلك انت للشدة عشان نعبد مش عارف ايه نكمل بعض اهو برضو كده. والدليل على ذلك ان موسى لما رجع وقال لهم اتخذوا العجل، ولما رجع موسى الى قومه غضبان، ادي الحدة جت وعمال عايز يعفرته، مسك اخوه وراح شده من ايه؟ من دقنه. شوف بقى مسك اخوه شد من دقنه، ادي الحده بانت اهي. فماذا قال له هارون؟ يا ابن ام، مش يا اخويا ابن ابوي، حاكم الاخ ابن رب يمكن يبقى شويه، انما من الام يا ابن ام، انت ابن امي، لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، يعني مش معناها ما تروعنيش، بس بلاش الحتتين دول، روعني بحاجه تانية، اضربني اعملني، انما كده بلحيتي وراسي. يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بيني وبين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. يبقى في لين ولا مش في لين؟ يبقى الفصاحه تجبر العقل، واللين يجبر الايه؟ الشده والحده بتاعته. والشيء الاخر ان موسى كان اسمر وهارون ابيض، وموسى كان شعره اقعد اكرت وهارون شعره ثبت، وهارون وسيم التقاطيع، يعني ما فيش حاجه في، ما هو في واحد تبقى له في حاجه بارزه كده قرطه نص في نص وشه، بقه تلتين وشه مثلا، مناخيره قد مش مثلا، مش تقاسيم وجهه مش ايه مش فانسى. اهو موسى كان كده اقنع انفه عامل ايه كده، يعني دي عالية قوي كده، يبقى هو من اللون ايه هذا الشعر جاء اقعد، الانف اقنع، ودوكها شكله. قال له ان كان حد واحد يعني يقل ادب وينفر من شكله يبقى وجه هارون يعني اشفع، ودي حاجة بترتاح لها الابصار. سيدنا رسول الله كان يحب أن ينزل إليه الوحي في صورة دحية الكلبي. سيدنا دحية كان شكله كده كويس، الواحد يحب يبص له كده، فكان الله يرسل له جبريل في شيء في صورة مين؟ في صورة دحية عشان يؤنسه كده ويبص له. يبقى إذن كان هارون يمتاز بهذه الأشياء، فلما يجي يمتاز بهذه الأشياء لم يأخذها موسى على أنها أشياء تميز بها فيحقد علي، لا، تميز بها ليكمل نقصي. هذه النظرة اللي يجب أن تكون في الناس، واحد في خصلة كويسة أقول له ده دي تنفعنا، ده أنا الخصلة الكويسة دي حقيقة أحمد ربنا عليه فيه، وهو يعني يسأل الله أنه يحملني الخيبة اللي أنا فيه، يبقى هو اللي هيتحمل الخيبة بتاعتي وأنا أتحمل كماله. يبقى لما تشوف واحد كمال قول الكمال ده يبقى في مين؟ يبقى في صالح، وأنا عايز المهمة تنجح مش عايز أنا أنجح، المهمة تنجح، هذا الفرق بين الاثنين. نعم. طيب يا سيدي، قال رب اشرح لي صدري، واحدة، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وزير إيه معنى وزير؟ هناك الحق سبحانه وتعالى لما بيده يخوف الناس من يوم القيامة يقول هناك لا عاصمة اليوم من أمر الله، ما فيش ملجأ إلا مين؟ إلا هو. كلا لا وزر، ما فيش ملجأ إلا مين؟ يبقى الوزير من الوزر، الملجأ اللي يفزع إليه، وبيجيب وزير ليه؟ لأن اللي قايم بالعمل ما يقدرش على العمل كله، فجيب وزير إيه؟ يعينه، وزير يعينه. ولكن تأخذ من الوزير اللي جايبه يعينه ده إنه مرة يجيبه يعينه فينغش فيه، يقوم يبقى مش وزير، يبقى وزر، شيل الايه بقى. ولذلك قال لا تزر وازرة وزر اخرى، يبقى الوزير ان كان ناصح امين يبقى وزير معين صحيح وملجأ، انما ان كان غير كده وياخذ المسألة بقى لنفسه بقى كده ويسيب الحكاية اللي هي دي ويوضب اموره بقى ويوضب امور اهله واي اسماء كده، يبقى مش وزير بقى،
يبقى ايه؟ وزر. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الملوك ملك جعل الله له وزيرا إن نسي ذكره وإن نوى على خير نوى بس على خير أعانه وإن أراد شرا كفه. هم دول اللي يبقى إيه. ولذلك لما قال كل واحد له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وطانة تأمره بالإيه بالمعروف. مع الأول ده سياسة السماء بيقول عليها كده رسول الله، هات سياسة البشر. أنور شروان لما قال إيه، قال إياكم أن تفهموا أن أحدا يستغني عن أحد، كل واحد له مهمة، أنت إن زدت في شيء فقد نقصت في أشياء، الأشياء دي ربنا جعلها في غيرك عشان تكملك وانت تكمل غيرك، يبقى المعايشة مشتركة ولا لا؟ بس معايشة مشتركة الضرورة تفرضها مش التفضل، الضرورة تفرضها مش التفضل، وإلا فالتفضل مش هيتفضل النهاردة نضيع بقى. لو أن احنا قلنا زمان اللي بينزح لك أكابورت واللي بيكنس الشارع ما جلناش، ماذا يكون الموقف؟ الدنيا تتوسخ والبلد تبقى ايه؟ مزبلة. طب افرض ان الوزراء قعدوا اسبوع ما جوش، ايه اللي يجرى يعني؟ لا تبقى احقر، احقر المهن اذا تعطلت تتعطلت تعرف الدنيا. يبقى انت لازم تعرف ان ده بقى ايه بيؤدي لك مهمة انت ما تقدرش تأديه. فإياكم ان يعلم واحد منكم انه في شيء خير من الاخرين، وقول أنا خير منه في هذه ولكن هو خير مني في أيضا. ولذلك نحن قلنا زمان قضية جمعناها قلنا مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، واخد على 10 على 10 في دي، إنما واخد 0 في حاجة تانية، والتاني واخد 10 على 10 وده 7 على 10 وده 3 على 10، هات الإيه؟ هات المجموع، يطلع مجموع كل. طب وليه تفاوت؟ قال عشان نحتاج لبعضنا احتياج مش تفضل. طب احنا كلنا هيبقى زي بعض، وبعدين نقول والله الجماعة ده لهم، انتوا بقى عليكم تتفضلوا على اللي علينا بانكم يوم الحد تكنسوا الشوارع وتنزحوا البكابورتات. تفضل بقى مش هنتفضل، لازم تبقى حاجة. يطلع اللي في احقر المهن الصبح يقول يا فتاح يا عليم، عشان ربنا يرزقه زي ما قلنا البكابورت يندب فيه مش كده، وان ما جاش البكابورت يزعل. ايه اللي لجأ الى هذا؟ حاجة بطنه وحاجة عياله. يبقى ربنا ربط الاعمال اللي احنا عايزينها كلها بايه؟ بالحاجة والايه والضرورة. فانا اذا رأيت انسانا متميزا عني في شيء انا ابحث وانا متميز عنه في ايه عشان ما احقدش. انا متميز في شيء اقول يا ترى هو متميز فيه علشان ما نغرش واستكبر. يبقى في توازن استطراقي ولا لا؟ ويبقى كلنا زي بعض ولا لا؟ نعم. واجعل لي وزيرا من اهلي مامون علي هارون اخي اشدد به ازري، الازر هو القوه، واشركه في امري. ولذلك كان يجي لما هيروحوا الفرعون يقول إنا رسول ربك، مش جاي يعني من بعد ده وياي، والشيء اللي عايز يتكلم فيه موسى يتكلم عنه وعن مين وعن هارون. ولذلك يقول إيه موسى بقى لما دعا الله سبحانه وتعالى على قوم فرعون، ربنا اشدد إيه واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى إيه يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ من الذي دعا أولا؟ موسى دعا، وبعدين ربنا قال قد أجيبت الله دعوتكما. ده موسى هو اللي دعا، قال يا رب اعمل كذا، موسى اللي دعا. قال لك هو موسى كان بيدعي وهارون بيشتغل يقول آمين آمين، والمؤمن أحد الداعيين. ما دام مؤمن يبقى بيدعي ولا ما بيدعيش؟ المؤمن أحد الداعيين، خلاص كده. نعم. اشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه؟ قال لي يا رب أنا مش عايز أرتاح يعني عشان راحتي، ده أنا علشان بقى ما نقعدش كل طاقتنا نبددها يا أولاد الكلام.
عشان نفضل ليك بقى نقعد نسبح كويس وننبسط وانت مش عارف ايه وبتاع يبقى مش عايز بس عشان راحته برضو عايزها لمين؟ للدعوة. وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. أشركه أنت مش أنا اللي هجيبه كده تفضلا مني أبقى أنا اللي متفضل عليه، يبقى هو عايز يخلي الفضل من مين؟ لا، ومش بس كده، والتكليف من الله عشان هارون ما يزمزاش. يبقى هو التكليف من الله مش مننا، مش انا اللي جيت قلت لك تقول لي لا انا مش خلاص انا تعبت بلاش، انا هو اللي مكلفك يا اخي. اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا. والتسبيح تقديس، تقديس الله ذاتا وتقديس الله صفاته وتقديس الله افعاله. ذاتا يعني ما فيش ذات زي ذاته، ليس كمثله شيء. صفات ما فيش فعل زي فعله، إذا قال الله فعلت ما تقولش ازاي فعلتش لأنه مقدس في فعله أيضا، يبقى في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الله سميع، اوعى تقول إن سمعه زي سمعك، يبقى مقدس أي منزه في إيه؟ ذاته، في صفاته، في أفعاله. ومعنى نسبحك معنى نقدسك تقديسا يرفعك الى مستوى الالوهيه اللي انت فيه، ما بنجيبلكش حاجه من عندنا، انت فيها. ومقدس، مقدس ذاتا ومقدس صفات ومقدس ايه؟ افعال. ومش نسبحك بس مره كده، نسبحك ايه؟ كثيرا. فكأن التسبيح من المسبح يورثه لذه في نفسه، والطاعه من الطائع تورثه لذه في ايه؟ في نفسي. مش النبي بيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ يعني أنا ببقى مبسوط لما أروح أصلي. ولما كان يحزبه أي أمر من الأمور يقول إيه؟ إذا حزبه أمر قام إلى الإيه؟ قام إلى الصلاة. نعم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، لأنك أنت قيوم علينا وشايفنا هنعمل إيه؟ شايفنا هنأدي أداء مضبوط ولا ما نأديش أداء إيه مضبوط. إنك قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. سؤل، السؤل هو الشيء المسؤول. إحنا لما نيجي نقول إيه هات واد خبز، أهي خبز زي سؤل أهي مش كده، خبز سؤل، يعني إيه خبز؟ المخبوز. تبقى السؤل يعني ايه بقى؟ المسؤول. ايتيت مسؤولك الذي سألته يا موسى ايه؟ اعطيناك. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. ومش بس استنينا لما تسأل عشان نجاوبك، ده احنا اعطيناك قبل ان تسأل. ولقد مننا عليك مرة اخرى، ولقد مننا عليك ايه؟ مرة اخرى. ولذلك دي في القراءة اللي هناك ايه؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، من كل الذي، يبقى أنت سألت. في القراءة الثانية وآتاكم من كل ما سألتموه أنتم، لأنه أعطاك قبل أن تسأل. طب أنت بعد ما عرفت تسأل، طب وقبل ما تسأل بقى، قبل ما تعرف تسأل إداك ولا ما إداكش؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. هي المرة الأخرى هي اللي مرة أولى دي، يعني مرة تانية، يبقى ده اسمه ترتيب ذكري وإن كانت دي متأخرة عندي. نعم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. مننا، المنة عطاء بلا مقابل، الجزاء على العمل في الآخرة يبقى بعمل، بناء بتاخد عمل، إنما المنة يبقى انت ما عملتش حاجة عشان نديك، يبقى المنة بلا ايه؟ بلا مقابل. ولقد مننا عليك مرة اخرى. امتى؟ متى؟ هات الزمن كده، هات الظرف. اذ، يعني وقت ان اوحينا الى امك ما يوحى. المنة الاولى انني انت اولا ولدت في عام لما جه فرعون يقتل الاولاد، مننا عليك لما قلنا لامك ايه؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه إيه؟ ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت.
فاقذفيه في اليم. اليم دي هو البحر الكبير كتير، سواء كان عذب ولا ايه. لما اتكلم عن فرعون قال مش عارف ايه، فنبذناه في اليم وهو في البحر، لانه كان في البحر الاحمر. لكن لما جي على اتكلم على موسى القيه في اليم، طب ده الفرعون كان اسره على النيل، يبقى ميه عذبه، يبقى مره يطلق اليم على الميه المالحه ومره يطلق على الايه الميه العذبه. ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اهي هنا اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله. طب هات لي بقى اي امراه ومعها ابنها، قول لها ان خفت عليه ارميه في البحر. طب بالله ايه هتعمل ايه هي دي؟ بالله ما تنظرش لك كده تقول يا سلام، تقول والله كتر خيرها لما تقول لك بايخه. بقى انا لما اخاف عليه ارميه في البحر؟ طب هخاف عليه من ايه؟ اخاف عليه من مظنون هلاك، اقوم اوقعه في متيقن هلاك؟ انما هل ترددت هي؟ ادي الفرق بين وارد الشيطان ووارد الرحمن. وارد الرحمن لا تجد النفس له ردا بل تاخذه قضيه مسلمه، لان وارد الشيطان لا يجرؤ ان يزاحم وارد الرحمن، مش ممكن. خدت ورمت ولا لا؟ طب جربها انت واعملها في اي واحد ولا يسالوا عنك. ولقد مننا عليك مره اخرى وان كانت متاخره، تاخير ذكري فقط، انما في الزمن متقدمه. نعم. كما تقول لانسان انا صنعت معك اليوم كذا وكذا وكذا وكذا، ومره اخرى قبل كذا بسنتين ثلاثه. يبقى في فرق بين ترتيب الذكر وترتيب الايه، ترتيب الوقوع. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى، يعني ساعة ما تقول فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني حاجة عظيمة يعني قدرها أنت بقى، يعني ما نقدرش نقول لك عليها، ده حاجة كتيرة قوي. إذ أوحينا إلى أمك ما إيه؟ ما يوحى. أوحينا إيه منها إيه؟ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله. طب ده الآية دي جابت أشياء ما جاتش في الآية التانية، في آية القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كده مباشرة، ما جابش سيرة إيه التابوت. قال لك إيوه، لأن الحق تكلم عن الغاية اللي تخيف وهي الرمي في اليم. الحنان بتاعها قالت أنا أرميها على طول كده في البحر كده، ما أعمل له بقى حاجة. يبقى قاعد تعمل له التابوت وتعمل له الكلام التاني. دي عند الحادثة فيه فرق بين إعدادك لتجيء الحادثة وبين خطاب الله لك حين الحادثة. قبل الحادثة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، يبقى المسألة لسه إيه جاية. تبقى هي تقعد ترتيب تعمل الإيه، ترتيب الامومه بقى اللي هترميه في البحر ازاي ما يهونش عليه. عملت له برضه مهد كده وحشته مش عارف قط ووضبته مش عارف ايه، والخشب لازم تعمله عشان ما يتسربش منه الميه، وبشكل عشان يعوم، يعني بقى ترتيب ترتيب الايه. فكان الامر من الاله للقذف اليم، هو ده المخيف. الاعداد الثاني بقى تعمل تابوت، لما جه الوقت التنفيذ تقول له الحق الموضوع اللي انا كنت قلت لك عليه زمان، اعمل كده واعمل كده. ولذلك العماره ايه فيها سرعه تدارك. إذ أوحينا إلى أمك ما أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه. كلام إيه ده؟ إمتى الكلام ده؟ ده ساعة الحادثة بقى. إنما في القبل كلام رتيب. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن إيه، لا وأوحينا إلى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وبعد وليلقيه اليم بالإيه. الله. يبقى إذن كل لقطة جاية عشان تدي إيه، تدي حتة التابوت ما جاتش. هنا بقى لما حب يطمنها في الاول قال لها اوعي إيه تخافي عليه، انا مش عايز اجيبولك عشان خاطرك، ده انا اصل هو له مهمه عندي، ده انا هعمله رسول، وما دام هعمله رسول يبقى انت اطمئني الى ان ايه، ان ردوه اليك ايه وجعلوه من المرسلين. يبقى المهمه بتاعته ايه؟ يبقى انا اللي هحافظ عليه مش عشان خاطرك انت، ده عشان خاطر ان له مهمه ايه
طيب البحر كده لما يلتقطه والامواج تقعد تضرب فيه، ايه يعني اللي خلى الموج يقعد يضرب فيه لحد ما يدخل في سرداب الى قصر فرعون؟ قال لك ده اوامر، ولذلك قال فليلقه اليم بالساحل، لكنه امر اليم ان لما يتم البتاع ديك فيك ايه وديه على الساحل، فليلقه اليم ايه ياخذه عدو ليه وعدو لا الى اخره. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. الان عرف انه اتعمل تابوت ولا ايه؟ فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل ياخذه. اذا ففيه القاء لحنان الرحمه في التابوت، والقاء للتابوت في اليم تنفيذ لامر الله، والقاء البحر له على الساحل. ثلاث ايه؟ ثلاث القاءات. فليلقه اليم بالساحل، مش كده؟ ياخذه عدو لي وعدو له. يا عدو لي لانه مدعي الالوهيه، وعدو له لان ده اللي هيقف قدامه ايه؟ هو يقف عند حده. طيب ازاي يلتقط عدو لي وعدو له؟ ده علشان ربنا بيقول انا لما عاوز حاجه اعدائي واللي بيدعوا الالوهيه امررها عليهم هم مغفلين. بقى يعني حد متصور كده، تصور فرعون عمال يقتل الاولاد لانه قالوا له ان في ولد هيجي وهو هلاك ملكك على ايده، يبقى عمال بيصطاد لاولاده ايه؟ وبعدين يشوف ولد جايبه البحر لحده، بقى ما يفكرش ان ايه اللي يجيب الولد ده في البحر، ده لازم امه خايفه عليه، قالوا خايفين عليه، رموه كده علشان مش عارف ايه، وهو بيقتل الناس. يوم هو لما يشوفه كده يكتب له القبول كده وياخده، ومراته تقول له ايه؟ قرة عين لي ولك مش عارف ايه. الله 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 الله، ده بيدبح العيال. يوم يلاقي عيل هنا قدامه كده وبعدين يسيبه. ادي الكلام، مراد الله ومراد البشر، مراد الله. ولذلك شوف هيقول بقى هو هنا ان اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبة مني. يا فرعون لما شافه، ومرات فرعون لما شافته، ايه في محبة من الله ومحبة من غير الله؟ قال لك محبة بين اسباب الله ومحبة بلا اسباب لما ربنا عايزها. يا اخي زي ما قلنا الودادة بتاعت اول امبارح، واحد بيحب واحد لانه بيحب ويوده، واحد بيحب واحد لانه قريبه، واحد بيحب واحد لانه صديقه، واحد بيحب واحد لانه له معروف وياه، انما واحد بيحب واحد عشان ما فيش سبب من دي، اهي دي اللي ربنا جاب قلبه قلوب الناس وقال لها روحي له بقى من غير اسماء. اهي القيت عليك محبه مني، يعني ما فيش فيك ما يوجب المحبه، ما فيش فيك اسباب توجب الايه، لان احنا قلنا كان اسمر وشعره اجعد واقنه يعني بقى. إذن الخلقة دي معمولة علشان التمهيد ده، أنا اللي ألقيت المحبة دي عليك. ولذلك حين تقرأ قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المرء الله يحول بين المرء إيه؟ وقلبه. قلب الرجل عايز يعمل حاجة، يوم ربنا يحول بين قلب المراد وينقل القلب دي لحاجة ثانية خالص ويمررها على المغفل الكبير. اهي زي ما حصلت الحكاية دي، العدو هو اللي اخده. طب وهل التقط فرعون عشان يبقى عدو؟ ده مراته قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، يبقى مش عداوة دي ايه؟ محبة. انما آل الامر الى ان يكون هو العدو، يبقى انت اللي بتحافظ على العدو بتاعك اللي هيربيك وتقعد تربيه. ولذلك تستعجب يقول ولم نربك فينا وليدا. ايوه يا فرعون يا مغفل، امال امال انت فاهم ايه؟ امال ايه هي الحكايه ايه؟ انت فاهم ايه؟ لازم انت اللي تربيه. قال لا، انت اللي تربيه ويجي كده وعامل وهيك العمليه دي.
إذن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فكأن نظر فرعون ونظر امرأة فرعون إلى موسى ما فيش فيه الوسامة والجمال اللي يعني يجيبه، بل بالعكس فيه ما يجيبه لأنه بيقتل الأطفال. طب إيه اللي خليه الملعث؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا بقى يأخذه عدو ليه وعدو له، برضو الجماعة اللي بيشككون في القرآن يقول لك مرة يقول لك يأخذه عدو ليه وعدو له وبعدين يكررها، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو، ده هم التقطوه عشان يبقى ابن، إنما طلعت إيه؟ إن طلع إنه عدو. كويس كده أوي. قال لك الآيتين مش مكررة فيها ليه؟ لأن دي بتصف جانب من العداوة من جانب فرعون لموسى ولربه، يلتقطه عدو لي، يبقى من العداوة من مين؟ من فرعون، يلتقطه عدو لي وعدو، لكن هناك فالتقطه ليكون لهم عدو. مين اللي هيبقى عدو بقى؟ ده موسى. تبقى إذن العداوة مرة من مين ومرة من مين؟ علشان العداوة إذا كانت من الجهتين تبقى عداوة شرسة وتستمر، لازم يصفوا بعض. لكن العداوة بين رجل واحد عدو والتاني مش عدو يستحمله مرة ومرة ودوك يخزى على عرضه وتنتهي المسألة. إما العداوة تبقى شرسة إمتى؟ الاثنين. يبقى احنا عايزين عداوة من الطرفين، عداوة من فرعون لله ولموسى خلاص، وعداوة من مين؟ من موسى الفرعون. ادي العداوه بقى تبقى شرسه، مش لازم تيجي على ايه تصف، انما الثانيه مش ايه. يلتقطه عدو لي، ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه، مش من موجبات ذاتك انما محبه تفضل مني كده، والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. اللي بيربيه فرعون، انما هو بيربيه على عين الله، ان تعرض لحاجه في التربيه يروح، ربنا متدخل. مثلا او هو بيلعب كده ويا فرعون ومرات فرعون بتلعبه، امسك لحيه فرعون وقعد يلعب فيها ويعبس، يمسك لحيه ربنا؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بس قال هاتوا اقتلوه، فهي قعدت تطبطب على راسي، مش ده عيل هو يعرف الحمره من الجمره؟ ما بتسمعوش الكلمه دي؟ ده ما يعرفش الايه؟ الحمره يعني البلح، الحمره من الجمره. طب هاتوا جمره وبلح، نهت المساله رياضي، فجاب له جمره وجاب له بلح، يقوم ربنا يخلي ايده تتمد على مين؟ على الجمره عشان يفوتها على المغفل الكبير. يقوم ياخد الجمرة، طب بالله لما خد الجمرة كده ولا سعيته ما يرمهاش؟ طب خلي أي عيل يمسك أي حاجة وتشكه، تمسك به؟ لا، هو تمسك بقى وحطها هنا، قامت لدغت لسانه وقامت جابت العقدة. يبقى اللي تصنع على عينه يعني إن عملوا في إن حبوا يعملوا فيك حاجة أنا هتدخل. بس هذه معنى ولتصنع على ايه؟ زي ما بيكون واحد انت قلت له اصنع لي البتاع دي، بس اما اقول لك انا عارف انك البعيد غشاش، انا لما هتيجي تبتدي فيها انا هقعد لك كده اهو انت بتعملها، يقوم بده يدخل حاجه زوف كده، حته ورق خشب حبايبي يدخلها، يقول له ايه لك؟ لا اهو ربنا بيقول ولتصنع على عيني، يعني هاخد بالي منهم، هم هيربوك، انما ان عملوا اي حاجه فيها كده انا هتدخل. ولتصنع ايه؟ على عيني. ولذلك لو تصنع على عيني مش معرض عليه، ولذلك هيقول واصطنعتك لنفسي، انا عايزك. والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، انا مراقب الايه المساله. اذ تمشي اختك، لما قالت لاخته قصيه، شوفيه بقى، طب ما لما تقول لاخته قصيه تبقى مش عرفت انه نجا من اليم، عرفت بقى، قالت بقى شوفي مين هيعملوا فيه ايه ويودوه فيه، قصيه يعني تتبعي ايه اثر.
قالت لأخته قصيه فبصرت به عن جد، يعني شافته. ها؟ الله. وبعدين راحت قالت لهم، وبعدين طيب أخته هتعمل إيه؟ قلت لها موقف، ربنا يعمل لها موقف، الواد حرمنا عليه المراضع، يجي ما يرضعش ما يرضعش ما يرضعش ما ي... الله. قامت قالت لهم أنا عارف ناس إيه يرضعوه لكم ويكفلوه ومش عارف إيه وبتاع، هذه أختك تروح في وسط اللي فرعون وانت تعافي الرضاعة، طب دي مين يعملها؟ ما يعملهاش إلا إيه؟ إلا رب. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه إلى آخره. استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك. كلمة رجع لما نيجي نستقرئ القرآن نجد تستعمل مرة لازمة، رجع فلان بس خلاص. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، رجع موسى ما فيش مفعول، إنما هنا رجعنا يبقى فيه مفعول، يبقى هنا ممكنك لازم وهنا متعدي إلى إيه. وآية تانية رضي الله عنه، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجعك الله يبقى مستعملة متعدية ولا لازمة هنا؟ متعدية، رجعك مش فإن رجعت. إيه الفرق بين الاثنين مع إن الفعل واحد؟ مرة يجي لازم ومرة يجي متعدي. قال لك إن كان الرجوع بالذات هو اللي رجع يبقى رجع، إنما إن كان الرجوع بشيء من الغير يبقى رجعه غيره، يعني زي أرجعه رجعه إيه. يبقى الرجوع إنك أنت تصير إلى حال كنت عليها أولا وسبتها وبعدين رجعت إليه، فإن كان دي من عندك تبقى أنت اللي رجعت، وإن كانت مش من عندك بل أمور تانية هي اللي خلتك ترجع يقال رجعك. طب أمال أرجعك تبقى إيه؟ طب ما هي أرجعك زيها، تمام، أرجعك فلان إلى ما كنت عليه ورجعك إلى ما كنت عليك. لا، لأن مرة لما يكون الرجوع مني أقول رجعته، الرجوع مش مني بس لدافع أنا مش عارفه مش باين يقولوا رجعك، لأن الرجوع في ظاهر الأمر منك، إنما دوافع النفسية مش منك، يبقى فيه لازم وفيه إيه متعدي، إنما أرجعك جه خدك كده وإيه ورجعك. فهمت؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. تقر معناها تثبت، القرار الثبات. وقرة العين ايه؟ وقرور العين ايه؟ ما هي معناها كده. قال لك ثبات ازاي؟ ام قال لك لان التطلعات اما ان تكون تطلعات حسية او تطلعات معنوية. واحد عنده أماني بيتطلع لها وبعدين اتحققت له، يقولوا لم يعد يتطلعوا إلى شيء، خلاص هي كويسة، يبقى استقرت نفسه على إيه؟ على ما عادش عايز حاجة أكثر من كده. يبقى المعنويات تقول إيه؟ لم تعد عينه تتطلع إلى شيء بعد هذا المنصب، بقى وزير يقول لك خلاص بقى يا عم، لم يعد يتطلع إلى إيه؟ إلى شيء، خلاص كويس كده، هذا المعنوي. طب والحسي؟ افرض الواحد بيبص كده يلاقي حاجه جميله، العرب ساعه ما يلاقوا حاجه جميله يقول لك هذا قيد النواظر. قيد النواظر يعني ايه؟ يعني اللي يبص له لا يتحول عنه، لان اللي يتحول عايز يشوف احسن، انما مش هيلاقي احسن من كده، هيتنه عامل ايه فيه؟ بصيت له. يبقى اسمه قرة عين، يعني ايه؟ يعني شيء حسن تستقر عنده العين ولا تطلب مزيدا في الحسن عليه. ولا تحزن. وقتلت نفسا، ادي منة اخرى، ما هو عمال بيعد المنن مش على المال، ولقد مننا عليك مرة اخرى، بس المرة فيها مرات. وقتلت نفسا اللي هي بتعفى وكزه موسى فقضى عليه. وبعدين طلع خائفا ايه
يترقب. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، لأنك بقيت خاف ليلحقوك ويمسكوك ومش عارف إيه. وفتناك فتونا، فتناك عرضناك لأشياء كتيرة ونجناك إيه؟ ونجناك من هذه بتاعة اللي عايز يقتله لما لعب في لحيته دي. مثلا اتولد في عام القتل للأطفال، وقال له ايه الام ارميه في اليم، وكان عايز يقتله عشان حكايه دقنه دي نفذه ايه نفذه منه. ولبست سنين في اهل مدين، فلبست سنين في اهل مدين. انا ما بقولش قال الله يعني، انا بتكلم خلاص كده. يبقى بيعدله برضه. طب هو لبسه في اهل مدين دي كان قال لك قال اجير، والأجير انتوا عارفين ايه شكله. وقبل ما يروح عند شعيب هو نفسه قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، وراح وبعدين قال له على ان تأجرني ثمانية ايه حجج، فان اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد عن ايه ان اشق عليك. وبعدين غايب عن امه وغايب عن وطنه واجير، وبعدين خلف ولد وبنته، بقى يروح يشوف امه وهو راجع بقى حصلت له الايه اختيارات الايه الرساله. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا، فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت. ولما ايه قضى موسى الاجل وسار باهله حصل له اللي حصل له. ثم جئت على قدر ايه؟ على قدر من ايه؟ على قدر من اصطفائك. ما الذي حرك قلبك لتعود لامك وتمشي بقى في الطريق اللي مش مأهول، وتمشي في الضلال، وتمشي وانت ما معكش حاجه، وتمشي وتتوه والبرد والشتاء؟ ايه اللي جابك ده؟ القدر اللي جابك حرك فيك خاطر انك تروح تشوف امك وانك ترجع تاني، علشان في الحته بتاع الطوبة هيجي لك الايه الاصطفاء. ولذلك يقول لك ايه جاء الخلافة او كانت له قدرا كما اتى ربه موسى على قدره. جه على قدر من الايه. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك. كل هذا اللي انا عمله انا عامله لمين؟ لنفسي، لانني سارسلك رسولا بمنهجي الى الايه الى فرعون والى قومك. هنا العلماء بقى لما قعدوا يعددهم قال لك نشوف ايه هو موسى طلب كم طلب من ربه. قال له اشرح لي أربعة أبدا ثمانية، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أهلي اشدد به وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ربنا عد له اداله دول وقال له هعد لك ثمانية تانيين. ولقد مننا عليك مرة ايه أخرى إذ إيه امسك بقى كمان إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح يأخذه عدو لي وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين استمشي أختك فتقول هل أدلكم على إيه من يأخذ. وبعدين رجعناك إلى أمك كي تقر عين غلطه. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة ولبست سنين في أهل مدين. بقى انت طلبت منا تمانية واحنا من قبل كده بدينك مدينك تمانية، يبقى انت جاي لشغل عندنا ولا لا جاي لشغل عندنا؟ يقول لك علشان يجمع الله بين العطاء بالسؤال والعطاء من غير سؤال. لانك لما تقول انا سألت الله فأعطاني خلاص دلت على قدرته في إجابة طلبك، لكن لما بيعطيك من عنده بقول بس طلباتك انت مش هي بس ده انا عندي ايه انا عندي حاجات كتير. وقول لك فلان بيديني اللي من عنده دي تبقى يعني بيحبك وادك اللي عنده، انما مش من الجائز انك تسأله ما ليس عنده. قال لك برضو ان سألت هتلاقي برضو وما سألتش هتلاقي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.